بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حلب، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول حمنا محمد حجاج. عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ صالح وتقول: هل يجوز للحائض السجود سجدة التلاوة عند ذكر آية أو سماع آية فيها سجدة؟ هل تسجد؟ وإن كانت مشغولة هل تترك عملها لتسجد؟ وما حكم هذه السجدة بالنسبة للحائض؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال السائلة ينبني على الخلاف في الحائض، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها ذلك؟ الجمهور على أنها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض حتى تغتسل من الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان جنبا، ونهى عن قراءة القرآن للجنب والحيض مثل الجنابة، حدث أكبر فيمنع قراءة القرآن. ومن العلماء من يرى جواز قراءة الحيض للقرآن، وإذا مرت بسجدة على هذا القول فإنها تسجد، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، صحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، وليس صلاة، فلا تشترط له الطهارة، والسجود تابع للقراءة، إذا جازت القراءة جاز السجود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت مشغولة كما سألت شيخ صالح، كيف تنصحونها جزاكم الله خيرا؟ كيف مشغولة؟ إذا كانت تسمع القرآن وهي تعمل في عمل آخر، في مطبخها، في غسيلها، في نظافة بيتها. استماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، نعم، لا يسجد عنده، ما شاء الله. وإنما السجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع الذي يستمع للقارئ. فإذا سجد القارئ فإنه يسجد المستمع. طيب. أما إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسمع لأنه تابع فقط. نعم. أما من الشريط، أما من الأسطوانة، أما من الراديو، هذا داء غير داخل في المسألة أصلا، لأن ليس فيه قارئ وإنما هو شريط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط رسالة بعثت بها أم عمر. أم عمر تقول: فضيلة شيخ، توفي والدي منذ 25 سنة، وقبل وفاته بعامين توفيت عمتي زوجته الأولى وهي حامل في شهرها التاسع، فقال الطبيب إن الجنين حي، ممكن نقوم بعملية قيصرية وننقذه، فرفض والدي وقال ليس الجنين بأغلى من أمه، واحتار من يقوم بتربيته، وفي نفس الوقت جهلا منه بأنه لا يعلم أنه لا يجوز. هل يأثم والدي على ذلك ويعتبر قد تسبب في قتل نفسه؟ إن كان كذلك فما هي الكفارة التي ندفعها عنه حتى لا يعذب في قبره؟ والذي جعلنا نؤخر السؤال أننا لا نعلم عن الحكم، ثم إننا نتألم في تلك الحالة فقط وكنا صغار السن. جزاكم الله خيرا. لا يلزم والدكم شيء حيال هذه المسألة، أنه لم يتحقق أن موت الجنين بسبب عدم إجراء العملية لإخراجه، فقد تجرى العملية ويخرج ويكون ميتا أو يموت أثناء ذلك، لم يتحقق أن موته بسبب عدم إجراء العملية. ثم إن إجراء العملية في مثل هذا لا بد فيه من تقرير أطباء ثقات يقررون أن الجنين حي وأن إخراجه لا ليضر، لا يضر بأمه إلى غير ذلك. الحاصل أنه ليس على والدكم شيء في هذا، لأنها لم تتحقق السببية في وفاة الجنين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في السؤال السابق شيخ صالح، إذا ذكر الطبيب أن الجنين حي في بطن ما
امرأة متوفاة، وأنه بإجراء العملية القيصرية يمكن أن يخرج حيا بإذن الله، هل تجرى العملية حينئذ أو لا؟ إذا كانت الأم ميتة وقرر الطبيب أن الجنين حي وأنه يمكن إخراجه حيا بإجراء بشق بطن الميتة فلا حرج في ذلك، لأنه مقابل لنفس معصومة. ما شاء الله. نعم، ولا يترتب عليه ضرر كبير بالميتة. نعم. جزاكم الله خيرا. من رفض بعد ذلك يا أخوانا إذا ثبت لدى طبيب أو أكثر بأن الجنين في بطن متوفاة حي وأنه بإجراء عملية يمكن أن يخرج الجنين حي، ثم رفض ولي المرأة سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ما حكم هذا الرافض؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فإذا قرروا أن الجنين حي وأنه إذا بودر إخراجه تنقذ بذلك حياته فإنه تعمل العمل. طيب. نعم. ومن رفض؟ من رفض يؤخذ برأي الأولياء الآخرين الذين من بعده، أنه قد يكون للمرأة أكثر من ولي. نعم نعم. فيرجع إلى الآخرين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ينصح الشيخ صالح والحال ما ذكر أن تجرى العملية إذا كان الطبيب ثقة وكان واثقا من خروج الجنين حيا، ينصح بإجراء العمل. نعم، موافقة ولي المرأة. جزاكم. موافقة ولي المرأة حسما للنزاع. أحسن الله. ولا بد من التثبت في هذه الأمور وعدم التشرف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول أخوكم في الله ود قدورة سوداني، يقول أسأل عن حديث معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه فلان حب رسول الله وريحانته. فلان حب رسول الله، هذا زيد، هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، هو حب رسول الله، هو أبوه زيد ابن حارثة. نعم. زيد ابن حارثة وابنه أسامة كل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فهو الحسن بن علي رضي الله عنه والحسين بن علي رضي الله عنهما، سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع عن الدم وعن التبرع به لشخص آخر، هل له حكم الرضاعة؟ الدم لا يأخذ حكم الرضاعة، فإذا أسعف مريض بدم من امرأة فإنها لا تكون أما له كما تكون أما له من الرضاعة لو أرضعته، أن هذا خاص بالرضاعة، أما الدم فلا يجري مجرى اللبن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام الخبر رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول أنا مغترب وأعمل هنا لمعيشة أهلي وأطفالي، أسأل عن الزكاة مع العلم أنني لا أملك نقودا بل أبعثها إلى أهلي للمعيشة، ما حكمي في الدين وكيف أزكي؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهل الزكاة هنا حيث أقيم أم في بلدي سوريا؟ جزاكم الله خيرا. إذا تحصلت على مبلغ من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في ملكك فإنك تزكيه، يعني تخرج منه ربع العشر أي 2.5%. أما إذا أنفقت المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأصل، البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لغرض صحيح، كأن يكون من البلد الأخرى أقارب محاويج للمزكي أو هم أشد حاجة من فقراء البلد الذي فيه المال، فيجوز نقلها من أجل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع كانت في نيتي الحج ولم أوفق لأسباب مادية ومعنوية، هل تحسب لي حجة إن شاء الله تعالى؟ جزاكم الله عني خيرا. وهذا المستمع هو نون عين سين من الدمام الخبر. إذا نويت العمل الصالح وتركته لأنك لم تتمكن منه ولو تمكنت لفعلته فإنه يكتب لك أجر العامل فضلا من الله سبحانه وتعالى، كما ثبت بذلك أدلة كثيرة بأن من نوى عملا صالحا ولم يتمكن من عمله ولو تمكن لفعله فإنه يكتب له أجر العامل. فالذي ينوي قيام الليل ويعزم عليه لكن يغلبه النوم أو يعرض له عذر يمنعه من قيام الليل يكتب له أجر القائم، كذلك لو سافر وهو يقوم الليل أو يصوم في النهار ولو تمكن لا استمر العمل يكتب له أجر الصائم وأجر القائم، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في غزوة إن في المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا
سرتم مسيرا إلا وهم معكم حبسهم العذر، يعني معكم بالنية والأجر حبسهم العذر، فيكتب الله لهم أجر المجاهدين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لكن لا تسقط عنه الفريضة شيخ صالح، أو تسقط الفريضة هذه النية؟ الفريضة باقية إذا قدر وجب عليه أن يؤديها ولا تكفي النية. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة المرسل المدرس حافظ أحمد خضر بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا كانت المرأة متوضئة ولامست زوجها لمسا غير مقصود وأرادت أن تقرأ في المصحف الشريف، هل يجوز أم أنه انتقض وضوءها بمجرد ملامستها لزوجها وتحتاج إلى وضوء جديد؟ اللمس من المرأة والرجل إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما الخلاف فيما إذا مس أحدهم الآخر بشهوة، فمن العلماء من يرى أن ذلك ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الخارج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نون ألف صاد من سوريا ومقيمة في جدة تسأل أيضا وتقول: ما حكم المادة التي تخرج من النساء عدة مرات في اليوم بدون شهوة؟ هل هذه المادة طاهرة أم أنه كلما خرجت منها يجب عليها أن تجدد وضوءها؟ جزاكم الله خيرا. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بكل حال، ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء بكل حال، على من خرج شيء منه أن يستنجي إلا إذا كان الخارج ريحا فلا يحتاج إلى استنجاء، وعليه الوضوء بكل حال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم رأيكم في الكتب التالية شيخ صالح: الكلم الطيب ونزهة المتقين وأشراط الساعة. الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية كتاب جيد في الأذكار، وهو من الكتب المعتمدة، وأما نزهة المتقين فلا أعرفها، لا أعرف عنه شيئا، وأما الكتاب الثالث وهو أشراط الساعة، أشراط الساعة فهذا العنوان مؤلف فيه مؤلفات كثيرة، منها الإذاعة في أشراط الساعة للصديق حسن خان، كتاب جيد لا بأس، كذلك الإشاعة في أشراط الساعة في جملتها أيضا كتاب طيب، ويغني عن ذلك كله كتاب النهاية لابن كثير. النهاية لابن كثير فإنه ذكر أشراط الساعة والأحاديث الواردة في ذلك وبين صحيحها من ضعيفها، وهو إمام محدث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، باعثة الرسالة أخت لنا سبق وأن بعثت برسالة أيضا وأجبتم جزاكم الله خيرا عن جميع أسئلتها، تسأل في هذا اللقاء وتقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد الدعاء 3 مرات تأكيدا للشيء كما فعل عندما أشار إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا 3 مرات، أرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال كلاما لأصحابه يعلمهم فيه الخير أو أمور دينهم أنه يردده 3 حتى يعقل ويفهم عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ والنصيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أنه عند النوم إذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة 4 مرات كأنه تصدق 4000 درهم، أرجو بيان ذلك؟ قراءة سورة الفاتحة عند النوم لا أصل لها ولا دليل عليها، وإنما الذي صح أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذه السور الأربع هي التي هذه السور الثلاث مع آية الكرسي هي التي تقرأ عند النوم، أما قراءة الفاتحة في هذا الموضع فلا دليل على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في بعض الأحيان أمدح من قبل الناس بشيء فيه أو لا يوجد فيه، ماذا يجب علي أن أقول إذا مدح؟ وقد قرأت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول إذا مدحه أحد: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وسمعت دعاء آخر لا أعرف من قائله، وهو: اللهم حقق ما يقولون واستر ما لا يعلمون، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يحب أن يمدح بفعل الخير فهذا هو الرياء المذموم، وهذا يبطل العمل، الرياء يبطل العمل، إذا كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من أجل
لمدح الناس فهذا رياء والعياذ بالله. أما إذا فعلها خالصة لله ولم يرد أن يمدح ويثنى عليه ولكن الناس أثنوا عليه ومدحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عاجل بشرى المؤمن. إذا مدحوه من غير أن يقصد هو ذلك فهذه بشرى عاجلة، وهذه من الشهادة له من الأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه. الحاصل أن المدار على نية الإنسان، إذا كان قصده المدح والثناء فإنه خاص ولا ثواب له في عمل. أما إذا عمل العمل الصالح لوجه الله ولم يقصد ثناء الناس ولا يحب ذلك أيضا وإنما هم قاموا بذلك فهذا عاجل بشرى المؤمن وهي علامة خير إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أسمع بعض الناس يقولون الإمام علي رضي الله عنه، وبعضهم يقول الإمام علي كرم الله وجهه، ما الفرق بين الدعائين؟ المشروع أن يقول رضي الله عنه كما يقال في غيره من إخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخص علي رضي الله عنه بدعاء خاص به يعني يقال كرم الله وجهه، وإنما يقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عمر، رضي الله عن الصحابة، فهو من الخلفاء الراشدين وله فضائل ومناقب رضي الله تعالى عنه، لكن لا يخص بشيء دون إخوانه. نعم. من الشعارات والأذكار وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه هل أعطيك 5000 شاة أو أعلمك 5 كلمات فيهن صلاح دينك ودنياك؟ فقلت يا رسول الله 5000 شاة كثيرة ولكن علمني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي ذنبي ووسع خلقي وطيب لي كسبي واقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي إذا شيء صرفته عني. هل هذه القصة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم تكن واردة هل في الدعاء ما يمنع من قراءته؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أعلمه ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الدعاء به لأنه لا يدعى إلا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أنه عند النوم يستحسن للإنسان أن يقرأ بعض آيات من القرآن الكريم ويدعو ببعض الأدعية، أو ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. عندما يريد الإنسان النوم فإنه يقرأ ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ آية الكرسي ويقرأ بعدها سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، ويقول بعدها الدعاء الوارد اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا لجا ولا منجا ولا منتجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ويجعل هذا الدعاء آخر ما يقول قول كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ورد عند النوم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الجزائر وباعثها المستمع أبو القارة زهير، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول ما حكم التدخين؟ التدخين بمعنى شرب دخان التنباك أو غيره من المفترات سواء بالسيجارة أو بالغليون أو بالشيشة التي يعرفونها، كل هذا محرم لأنه مضر بالصحة، مسبب للأمراض، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، منفذ للمال بغير فائدة، فهو حرام ولا شك في تحريمه، خصوصا بعدما تقرر لدى جميع الأطباء في العالم، حتى الشركات التي تنتج الدخان تعترف بأنه مضر وتكتب على أغلفته مضر بالصحة، فلا شك بعد ذلك في تحريم هذه المادة، تحريم تعاطيها بأي شكل كان. والمسلم عليه أن يبتعد عما يضره في دينه ويضره في دنياه ويضره في بدنه، وكل هذه الأمور تجتمع بالدخان، فهو مضر بالدين لأنه يكره الإنسان إلى عباد الله صالحين، ومضر بالبدن لأنه يورث أمراضا كثيرة لا تخفى وشخصها الأطباء في العالم وهي أشهر من أن تذكر، ومضر بالمال لأنه يحتاج إلى إنفاق كثير وإلى دراهم كثيرة في غير فائدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يصلي الإنسان ينتقل من سورة إلى أخرى سهوا، وهذا لتشابه الآيات فيما بينها، هل الصلاة صحيحة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. إذا
غلط الإنسان في قراءة القرآن فصلاته صحيحة وهو معذور في هذا الغلط ولا يؤثر ذلك على صلاته، لكن إذا تنبه فإنه يجب عليه أن يعدل القراءة على وجه الصحيح أو نبه على ذلك فتح عليه من قبل المأمومين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى